إطلالة البيضة. أنا اليوم إيماج لأستاتيكا كلينيك دبي، وعم بيكون في عنا هلأ كمان قسم دنتل كير اللي هو للابتسام الحلوة، بعدين منخبر عنها، وكمان اهتمام بإطلالة النجمات وسيدات المجتمع. بقى اخترنا اليوم كافالي أبيض بليق بالمناسبة، لأنه نحن اليوم بياف بيروت يلي نقلها دكتور ميشيل داهر على دولة الإمارات العربية، بنشكرهم كتير لهالاستضافة بدبي، وصارت ضيافة لأنه دبي هي مشهورة بالضيافة. بقى بقول انه نحن رسل سلام ومحبه، بندعس على الاحمر وما بدنا دم، بس بنضلنا ابيض وبنقدم السلام والمحبه والفن. اليوم السجاده الحمراء هي سجاده بتنقلك لتكريم، بس انك توصلي من اول ما توصلي على بلد وعلى دوله مثل الامارات بتكرمك من النهار اللي بتوصلي فيه على المطار، بتكوني معززه مكرمه مش بخطر سكيور. انا اليوم مش عارفه اذا عم بتكرم ولا عم بكرم، لانه تكريم فنانه مثل الفنانه يسرى هو تكريم لإلي بحد ذاته. انا بلساني وبشخصي بحكي عني وعن كل ممثلات لبنانيات انه هيدا تكريم لنا كفنانات لبنانيات، عم نعطي تكريم للفنانة يسرى، هيدا نيشان يعني بالنسبة لإلي. كل التكريمات اللي تكرمتها هيدا بينضم لإلهم ومن أكبرهم. خطبت، ثانك يو، وبفضل يعني إيه يعني شخصي ضل مش سري، ما إنه ما في شي سري بالحياة كله ببين، بس عم بعيش حياة، عايشة حالة حب معك واخداني شخص انوجد بوقت اللي لازم. علمني أرجع أحب حالي من جديد، علمني أنحب. بقى ما رح أوقف عند فشل ولا اثنين، عندي ثلاث أولاد كتر خير الله، وهذا شخص حب حياتي، ونحن خطبنا هلا ونشوف لبعدين مثل ما الله بيريد. ايه اكسكلوسيف. انا اليوم كله مصدوم انه نادين، انه فكروا لعبه، فكروها مزحه، فكروا انه انا عم بعمل انكيه. ما حدا بيخطب لينكي حدا، بليز ويك اب جايز. الخطبه هي انك عم تسلم شخصك لشخص وثقت فيه وبتحبه. بقى قالوا لي بسرعه، ايه بسرعه، لانه انا انسانه ماني معوده يكون فري بالحياه، بامن بالمراه والرجل وانه الرجل هو بيكملني. بقى وهذا الرجل انوجد بحياتي هيك كانه ربنا حطه، وعرف كل معاناتي، وتقربنا شوي شوي من بعض وعايشين احلى حاله حب. يعني هي صارت على الـ تقريبا على الميلاد. بتعرفي الميلاد بيجمع الاهل بيجمع العائله، ووقتها انا صرحت لاهلي بهذا الموضوع، واكثرها صارت بمار شربل. بقى مباركه من مار شربل، واتكلنا على الله. بالنهايه الحياه ما بتعرف شو مخبيت لك، هذا شخص ربنا ما بعرف كيف حطه بدربه، يمكن بالوقت المناسب يمكن الوقت المنه مناسب، وبس يصير الوقت مناسب منخبر عن اشياء ثانيه.